وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من مسقط سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان. مساء الخير سعادة السفير. الله يمسيكم بالخير والنور. سعادة السفير، يعني في ضوء مشاركة مملكة البحرين احتفالات الشقيقة سلطنة عمان باليوم الوطني 48، كيف تصف العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة عمان؟ طبعا بالنسبة للعيد الوطني 48 المجيد لسلطنة عمان، وبهذه المناسبة السعيدة يشرفني أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بأسماء آيات التهاني والتبركات، وإلى الشعب العماني الشقيق كل التوفيق والازدهار في هذا اليوم الخالد في ذاكرة الوطن والمواطن العماني. ونود بهذه المناسبة نشيد بما حققته السلطنة من طبعا إنجازات رائدة في مختلف المجالات، إن كانت اقتصادية وإن كانت ثقافية أو صحية وتعليمية وعمرانية وغيرها من المجالات التي تعكس نجاح انطلاقة مسيرة النهضة العمانية الحديثة والرؤية الاستراتيجية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس من أجل بناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لسلطنة عمان الشقيقة. طبعا العلاقة العمانية البحرينية هي علاقة تاريخية منذ القدم، و بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة عهد البلاد المفدى وأخي صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان حفظهم الله ورعاهم، أصبحت هذه العلاقة في أعلى مستوياته، وتعتبر هذه العلاقة نموذجا راسخا لعلاقة أخوية والتي تستند إلى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة وواصل المحبة وشاج القربة. وطبعا في إطار تطوير وتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات، يعني عقدت اللجنة البحرينية العمانية المشتركة في سبتمبر الماضي اجتماع برئاسة وزراء الخارجية، وتم الاتفاق على مذكرات تفاهم في المجالات السياحية والثقافية والتقاعد المدني، وأيضا تم الاتفاق على برنامج تنفيذ في مجالات حماية البيئة والشؤون المناخية وفي مجالات الشباب والرياضة. وكان هناك العديد من المجالات ذات الطابع المشترك اللي حرصت اللجنة على مناقشتها، يعني من أجل يعني عمل تعاون مشترك مع الأخوة في السلطنة. نعم. أيضا في المجال التجاري والاستثماري تم الاتفاق على تأسيس شركة قابضة للاستثمار من يعني تجمع رجال الأعمال في كلا البلدين، ويعني تم وضع الأسس المبدئية لهذه الشراكة من أجل تعزيز فرص الاستثمار ودفع عجلية التنمية الاقتصادية إلى أفاق أوسع لتحقيق المصالح المشتركة، اللي طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. نعم. فأيضا في مجال تعزيز العمل يعني برلماني، كان هناك في وفد لبرلماني بحريني زار السلطنة واجتمع مع نظيره العماني في يعني مجلس الشورى، وتم بحث عمل تنسيق المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، وأيضا في التعاون في التشريعات وتبادل الخبرات. هذه طبعا في مجال العمل يعني برلماني. أيضا كانت هناك في زيارة من وفد تجاري قام بزيارة إلى السلطنة واجتمع مع وفد تجاري من غرفة التجارة، وتم يعني بحث أوجه التعاون في مجال الاستثمار، ونتمنى يعني إن شاء الله يعني مزيد من التعاون المشترك لما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين. نعم سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، شكرا جزيلا لك.